السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، صباح اليوم تم تدمير سيارات تابعة لمرتزقة البوليزاريو بواسطة عصافيرنا المسيرة، والتي حاولت الدخول للمنطقة العازلة مجددا ولكن تم إرسالهم إلى الجحيم. هناك عدد كبير من الهالكين والجرحى في هذه المحاولة، محاولة الدخول للمنطقة العازلة، محاولة فاشلة كما العادة. وبهذه المناسبة، هي مناسبة حتى نجدد ونذكر باللائحة الموجودة أمامكم بالأسماء وبالصور. هي لائحة بطبيعة الحال ما تم تسريبه من الهالكين من مرتزقة البوليزاريو، ما تم تسريبه منذ تنفيذ عملية القرقرات الناجحة والاحترافية التي قامت بها بطبيعة الحال القوات المسلحة الملكية المغربية. هذه اللائحة المسربة هي القليل من الكثير. الأعداد الحقيقية للهالكين وللمصابين من مرتزقة البوليزاريو في محاولاتهم الفاشلة والعبثية للدخول للمنطقة العازلة هي أعداد كبيرة جدا، قد تكون الآن قد فاقت 200 من الهالكين، من بينهم يعني كما نعلم جميعا قياديين بارزين في المرتزقة في الضربة الشهيرة التي قتل فيها أو هلك فيها الدال بندير والقياديين الذين كانوا معه، بطبيعة الحال بن بطوش الذي أصيب إصابة بليغة جدا، وكلنا رأينا حينما ظهر في التلفزة الفقرورية كيف أن رأسه يعني مصاب إصابة بليغة جدا بشظية. وهذا يعني تأكيد جديد على ما كنا نقوله سابقا على أن بن بطوش كان ضمن القافلة التي كان فيها الهالك البندير. إذن متابعينا الكرام، مجددا مرتزقة البوليزاريو يحاولون الدخول للمنطقة العازلة ويتم اصطيادهم بكل سهولة وبكل يعني بكل نجاح بواسطة عصافيرها المسيرة. هناك أنباء عن عدد من الهالكين الجدد، قد تظهر لنا أسماء وصور مسربة جديدة في قادم الأيام. هناك أيضا عدد من المصابين. وبهذه المناسبة، الصورة التي أمامكم هي لأحد عناصر مرتزقة البوليزاريو الذي عائلته الآن في مخيمات تندوف تتوسل الصدقات من أجل علاج هذا المرتزق المسمى ميشان محمد الأمين ميشان، الذي أصيب في عينه وفقد أحد أعينه في إصابة أثناء تواجده في المنطقة العازلة أثناء استهدافه من طرف طائراتنا المسيرة. هاد المرتزق الآن يتسول الصدقات، عائلته تتسول الصدقات لأن تم رفض علاجه في مستشفيات نظام الفقروري، وبالتالي هو الآن، هو وعائلته الآن يتوسلون من يقدمون له العلاج والصدقات. فهذا هو مصير مرتزقة البوليزاريو، هذا هو مصير عناصر مرتزقة البوليزاريو. القيادة للمرتزقة البوليزاريو في الخارج تقوم باستغلال أموال الشعب الجزائري في الفنادق الفخمة وفي يعني الأمور التي لا دخل لها بهذه القضية الوهمية التي يتحدثون عنها. والعناصر المرتزقة المسلحون الذين بعيدون كل بعد عن هذه القيادات يرسلون إلى التهلكة كما حدث اليوم وكما حدث في أيام سابقة. فاللائحة التي شاهدتموها هي لائحة يعني قليل من الكثير، فالأعداد من المصابين مثل هذا الخونة هذا اللي سميته هذا المرتزق ميشان وغيره، هناك العديد منهم ممن أصيبوا وتم التكتم عليهم وتم يعني تركوا لمصيرهم، تركوا بدون عناية بدون دعم بدون أي شيء. فهذا هو مصيرك أيها المرتزق، هذا هو مصير كل مرتزقة البوليزاريو، لأن القيادة لا تهتم بكم و النظام الفقروري لا يهتم بكم ولا أحد يهتم بكم. من يدخل للمنطقة العازلة سوف نرسله إلى الجحيم. هذه هي رسالة المملكة المغربية منذ تنفيذ عملية القرقرات الناجحة والاحترافية. من يدخل للمنطقة العازلة سوف نرسله إلى الجحيم. متابعينا الكرام، سوف ننتظر أن تظهر معلومات أخرى حول ما حدث اليوم من هلاك عناصر جدد من هؤلاء المرتزقة، وإلى ذلك الحين سوف أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.